هنكمل بقى، ودلوقتي هنرجع لزمان والنوستالجيا، ونتكلم ان احنا الاربع اللي فات لو حضرتكم فاكرين اتكلمنا عن حكايه نهائي اول بطولتين لافريقيا للاهلي اللي كانت 82 و87. هنكمل بقى النهارده نوستالجيا الاهلي في بطولتين 2001 و2005، ده في نهائي بقى 2001 بدايه اللي حقق النادي الاهلي لقبه على حساب هنا سان داونز الجنوب افريقي. كانت مباراه الذهاب السبت يوم 8 ديسمبر في بريتوريا، ده عاصمه جنوب افريقيا، وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1 لو حضراتكم فاكرين. سجل هنا كامابا في الدقيقه 26 هدف سان داونز، وتعادل سيد عبد الحفيظ للاهلي في الدقيقه 58 من عمر اللقاء. ادار اللقاء ده تحكيميا كافي كاجا، وكان مانويل خوسيه وقتها المدير الفني للاهلي بدا المباراه بالتشكيل، كان بيضم عصام الحضري، هادي خشبه، ابو المجد مصطفى، احمد السيد، شادي محمد، احمد ابو مسلم، سيد عبد الحفيظ، حسام غالي، ساندي، علي ماهر، محمد فاروق، وشارك بدلاء وقتها وليد صلاح الدين وهشام حنفي وعلاء ابراهيم. وقتها لما خد الاهلي دخل في هذه المباراه وخاض هذا اللقاء، كان فاز قبلها على ريال مدريد في مباراه وديه جمعتهم في صيف نفس العام بمناسبه تتويج النادي الاهلي بلقب نادي القرن الافريقي. وقتها بالمناسبه كان ريال مدريد هو كمان نادي قرن في اوروبا، عشان كده جمهور جنوب افريقيا كانوا بيقولوا على الفريق على النادي الاهلي انه قاهر الريال مدريد. لعب الاهلي المباراه دي هو بيغيب عنه بعض لاعبيه، كان من ضمنهم وائل رياض شيتوس، وائل جمعه، وخالد ديبو كانوا موقوفين في هذه المباراه، وابراهيم سعيد ما كانش بيشارك نظرا لاصابته، وانتظرت جماهير الفريق في المطار وحملت كابتن سيد عبد الحفيظ على الاعناق. في لقاء الاياب بقى الاهلي قرر انه يعمل معسكر مغلق في الاسماعيليه علشان يستعد جيدا، واقيمت مباراه العوده 21 ديسمبر باستاد القاهره، ده كان بحضور وقتها 1000 متفرج، وانتهت بفوز الاهلي بثلاثيه نظيفه احرزها خالد بيبو. دار المباراه تحكيميا كان طاقم مغربي وقتها بقياده عبد الرحيم العرجون، وحضر المباراه السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، والكاميروني عيسى حياته رئيس الكاف. دفع مانويل خوسيه وقتها بتشكيله برضو كانت مكونه من عصام الحضري، ابراهيم سعيد، وائل جمعه، شادي محمد، احمد ابو مسلم، وابو المجد مصطفى، حسام غالي، وساندي، سيد عبد الحفيظ، محمد فاروق، كلها اسامي يعني كبيره طبعا جدا وعظيمه زي ما احنا بنقول، خالد بيبو، وشارك بديلا وقتها برضو وليد صلاح الدين، وهاتي خشبه، ووائل رياض. البطولة دي كانت الثانية في القرن الحادي والعشرين بعد بطولة كاس مصر اللي فاز بيها الأهلي في يونيو 2001. حصل الأهلي على $1,000,000 كمكافأة لفوزه بهذا اللقب، وحققت هذه المباراة مبلغ وقدره 970,000 جنيه من حصيلة بيع التذاكر، وده كان يعتبر ثاني أكبر إيراد في تاريخ كرة القدم المصرية بعد مباراة ريال مدريد اللي بلغت إيرادتها في هذا الزمان 1,300,000 جنيه. اللي حصل كالآتي، كابتن خالد بيبو تسلم عقب المباراة جائزة الشركة المنظمة بالتعاون مع الكاف لأفضل لاعب في هذه المباراة. كانت عبارة عن إيه يا ست الكل؟ كانت عبارة عن تلفزيون 20 بوصة. وخلال البطولة دي سجل النادي الأهلي 23 هدف، واستقبلت شباكه 10 أهداف، وجدير بالذكر إن كابتن خالد بيبو سجل لوحده 6 أهداف من إجمالي الأهداف اللي تم تسجيلها.